السادسة مساء بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية مفصلة. أهلا بحضراتكم، أهلا بك داليا. أهلا بك إيمان، أهلا بكم. والبداية مع أبرز العناوين. قادة بريكس يبحثون في جنوب أفريقيا توسيع تكتلهم في مواجهة الهيمنة الغربية. وفرنسا تنفي طلب استخدام أجواء الجزائر لتنفيذ عملية عسكرية في النيجر. روسيا تعلن صد أكثر من 10 هجمات للجيش الأوكراني ومنع اختراق في منطقة حدودية. ونبدأ نشرة السادسة مع فعاليات قمة تجمع بريكس. تنطلق اليوم قمة مجموعة دول بريكس في جنوب أفريقيا بحضور أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة وممثلين عن المنظمات الدولية. ويتصدر جدول أعمال القمة ملف التوسع في عضوية المجموعة في مواجهة الهيمنة الغربية، إضافة إلى قضية العملة المشتركة، حيث تسعى المجموعة للاعتماد على العملات الوطنية بديلا عن الدولار. وتنعقد القمة 15 للمجموعة تحت شعار بريكس وأفريقيا. أكد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا دعم إنشاء عملة تجارية لدول بريكس وانضمام دول جديدة إليها، ولكن وفقا لشروط محددة، مضيفا أنه يؤيد انضمام الأرجنتين إلى دول المجموعة. وأشار دا سيلفا إلى أن مجموعة بريكس لا تهدف إلى تحدي مجموعة السبع أو مجموعة العشرين أو الولايات المتحدة، ولكن تهدف إلى تنظيم الجنوب العالمي. وأكد على رغبته في أن تكون البريكس مؤسسة متعددة الأطراف وليس ناديا حصريا للدول. ويستهدف تجمع بريكس تعزيز دوره كتحالف اقتصادي يتمتع بمجموعة من المزايا والتي تؤهله لمنافسة مجموعة السبع. وتنعقد قمة بريكس هذا العام في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 22 إلى 24 من أغسطس الجاري. المزيد في التفاصيل تستعرضه لنا رغدة أبو ليلى في سياق العرض التالي. أهلا بكم. بريكس تكتل يعرف كبديل للكيانات السياسية والاقتصادية الدولية الحالية، حيث تعد رمزا للاقتصادات الأسرع نموا حول العالم، ويسعى إلى تعزيز نفوذه في مواجهة الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد وفق ما يقول مراقبون. جنوب أفريقيا تستضيف الدورة الحالية من قمة بريكس والتي تهتم بالقضايا التنموية بقارة أفريقيا، بجانب طلبات الانضمام للتكتل فضلا عن طرح عملة مشتركة.
بريكس تستهدف تعزيز دورها كتحالف اقتصادي يتمتع بمجموعة من المزايا التي تؤهله لمنافسة مجموعة السبعة، وبما يتسق مع الأهداف الرئيسية التي أنشئ من أجلها ككيان يسعى لخلق توازن بالاقتصاد العالمي. بريكس تفوقت على دول مجموعة السبعة الأكثر تقدما في العالم، وذلك بعد أن وصلت مساهمة بريكس إلى 31.5% في الاقتصاد العالمي مقابل 30.7% للقوى السبع الصناعية. وفي مطلع عام 2023 طرحت روسيا على لسان وزير الخارجية سيرجي لافروف مبادرة إنشاء عملة مشتركة في مواجهة هيمنة الدولار، وهو ما يحتاج إلى مزيد من الوقت. وفي يونيو الماضي التقى وزراء خارجية دول بريكس بكيب تاون بجنوب أفريقيا تحضيرا لقمة الزعماء لمناقشة الأدوات التي تمتلكها الكتلة للتخلص من هيمنة النظام الاقتصادي العالمي. تضمنت المحادثات مناقشة الاستخدام المحتمل للعملات البديلة لحماية بنك التنمية الجديد التابع للكتلة من العقوبات وإزالة الدولارة في التجارة على نطاق أوسع. كانت مجموعة بريكس أسست في 2014 بنك التنمية الجديد لتعزيز اقتصادات دول المجموعة، وذلك بميزانية عمومية تبلغ 50 مليار دولار، ووافق على قروض بقيمة 32 مليار و800 مليون دولار لمشروعات بنية تحتية في العديد من الدول النامية، ويسعى إلى زيادة ميزانيته وتوسيع أعماله مستقبلاً. ورغم إقرار مجموعة بريكس بصعوبة التخلي عن العملة الأمريكية كعملة احتياط دولية، فإن حصة الدولار من احتياطات العملات الأجنبية تراجعت بالفعل إلى أدنى مستوياتها في 20 عاماً خلال العام الماضي. قمة بريكس في جنوب أفريقيا تنعقد في وقت يتعرض فيه النظام العالمي إلى متغيرات مختلفة، وفي ضوء الدعوات المناوئة للهيمنة الأمريكية وسطوة الدولار على التعاملات الدولية. مشاهدينا، كان هذا عرضا حول مجموعة بريكس وأبرز أهدافها. والآن نذهب إلى جنوب أفريقيا لنتابع انطلاق قمة بريكس في جوهانسبرغ. الصين، وهناك الكثير من الأماكن في العالم بأكمله التي يتم فيها التعاون. إننا نترابط بيننا وبين دول بريكس بتاريخ طويل، وإننا اليوم لدينا مصالح مشتركة تخص الصناعة والاقتصاد، يبنى على هذه الصناعات وتعاوننا في هذه الصناعات، وخاصة في هذا العصر عصر الرقمنة. وإن هناك الكثير من المجالات التقنية التي تجمعنا السيدة والسادة، إن هناك الكثير الذي نستطيع أن نفعله مع، وإن هناك الكثير من المنتجات التي يتم تبادلها بيننا، وهناك 22 دولة قدموا طلبات للانضمام إلى بريكس، وإن لدينا الكثير من المنتديات والكثير من المنصات الصناعية التي تجمعنا والتي تجمع دول إفريقية مع آسيوية أوروبية. وأيضا إننا الآن لدينا مناقشات كثيرة تخص الصناعة وتبادل المنتجات، وهناك الكثير من المبادرات لدعوة الكثير من الشركاء، و نحن ندعو السيد أن يأتي ويلخص لنا ما قمنا بالتوصل إليه. شكرا، شكرا جزيلا للسيد الرئيس على هذه المقدمة. سيدات والسادة الحضور الكرام، إنه من دواعي سروري أن أوضح لكم التغذية المرتدة وما وصلنا إليه في بريكس 2023.
اليوم أصبحت بريكس أحد المنصات العمل والتجارة العالمية، وكان هناك اليوم لقاءات قد حضرها الكثير من رواد الأعمال وغيرهم، وأيضا لقد تم التحدث عن التبادل التجاري والأعمال التي تجمع دول بريكس، وأيضا هناك 43 من سكان العالم تمثلهم بريكس. وبالنسبة لجنوب أفريقيا فإن لديها الكثير من الأعمال والتعاون مع الدول، وهذا العام قد تم حسب النمو الذي حدث وهو ما بين 30 إلى 40% مقارنة بسابقتها. وأيضا إذا تكلمنا على التعاون الاقتصادي وتعاون جنوب أفريقيا مع دول بريكس، فأنا لدي الشرف أن أتحدث اليوم عن التعاون بيننا وبين الصين، وإن هناك تبادل فيما يخص البروتين النباتي. وأيضا بالنسبة للتغير المناخي هناك تعاون في هذا الصدد أيضا، وكما أن هناك البنك الإفريقي الذي يتعامل مع البنك الذي أسسته بريكس، وهناك حوالي 7000 من الشركات الإفريقية التي تعمل الآن في البرازيل، وإن هناك تبادلا في الخبرات والخبراء حتى نستطيع أن نحقق أهداف بريكس على أرض الواقع. ولكن هناك الكثير من التحديات، ومنها انتشار البطالة بنسب متغيرة في تلك البلاد، وأيضا هناك بعض البلاد وبعض المناطق التي تعاني من الفقر، وهذا يدعونا إلى الكثير من العمل والابتكار. فعلى سبيل المثال في جنوب أفريقيا فإننا الآن أصبحنا على دراية بالأماكن التي بها هذه المشكلات، ونحن جادين على تحسين الأوضاع، ولكننا نحتاج أيضا أن نقوي من علاقاتنا ومن التعاون بيننا وبين الدول الأخرى حتى نستطيع أن نضمن التوزيع العادل، وأيضا نستطيع أن نضمن استخدام العملة بالشكل الذي يضمن اقتصادا قويا. هذه هي الضمانات التي نود أن تكون سريعة في التنفيذ. نحن نود أن يكون لدينا عملة نتعامل بها، و أيضا إن هناك تبادلا تجاريا يخص الكثير من المجالات ومنها السياحة. أيضا هذه هي اهتمامات جنوب أفريقيا، كما أن هناك انفتاحا من قبل جنوب أفريقيا على الأعمال المختلفة والاستثمارات المختلفة، وأيضا نحاول أن نصل إلى إلغاء التعريفة بيننا وبين الدول الأخرى من حيث الاستثمارات. وفوق كل ذلك إن جنوب أفريقيا لديها الكثير من المميزات التي تسمح لها في الاستثمار مع الدول المختلفة، والصين بالفعل لديها استثمارات مع جنوب أفريقيا. وهناك أمر آخر، إن جنوب أفريقيا هي الثاني الدول في التصدير في القارة، وبالنسبة لبريكس
جميع أنحاء العالم. نحن ندعو الدول للاستثمار في أفريقيا الغنية بالموارد، وأيضا من أجل زيادة التصنيع، وإن القارة الإفريقية تسمح بذلك، وهي أيضا تتعلق بأعمال كثيرة. وبالنسبة لجنوب أفريقيا فهي أحد أكثر الدول الناشئة والتي تنمو بخطى سريعة في العالم، ولا بد أن يكون هناك استثمارات عديدة في البنية التحتية في أفريقيا، وتقود جنوب أفريقيا هذه الاستثمارات في أفريقيا. إذا نظرنا إلى بريكس وإلى العالم برمته، فإن المكان الذي لابد أن نبدأ منه هو أفريقيا. واليوم المناقشات التي تمت فيما يخص الاستثمارات، استثمارات بريكس، فقد وصلنا إلى حلول عديدة وقرارات عديدة. الدول الأعضاء في بريكس تتشارك بعض العادات وبعض القيم، وقد تم مناقشة العديد. إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا جزءا من الجلسة الافتتاحية لانطلاق قمة بريكس في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، حيث يبحث زعماء دول بريكس توسع المجموعة مع سعي بعض الأعضاء لتحويلها إلى قوة موازية للغرب. وتابعنا أيضا كلمة لإبراهيم باتل وزير التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، والذي تحدث فيها عن مطالبة حوالي 22 دولة للانضمام لمجموعة بريكس. أيضا تابعنا كلمة لممثل جنوب أفريقيا في القمة، والذي تحدث عن أن تجمع بريكس واحد من أكبر التجمعات الاقتصادية في العالم، حيث هناك يمثل حوالي 43% من سكان العالم تمثلهم بريكس، وأن أفريقيا لديها الكثير من الأعمال، وهذا العام 2023 هو الأكثر نموا، حيث حدث نمو ما بين 30 ل 40% مقارنة بالأعوام السابقة. أيضا تحدث عن التعاون بين جنوب أفريقيا وبريكس، وذكر أن هناك تعاون بين البنك الأفريقي وبنك التنمية الجديد التابع لبريكس، وذكر أن هناك 7000 شركة أفريقية تعمل في البرازيل. أيضا أوضح أن هناك العديد من التحديات التي تواجه هذا التجمع العالمي، منها البطالة والمناطق التي تعاني من الفقر، وأن هذا يدعو للمزيد من العمل والابتكار، وأنهم أصبحوا في بريكس أكثر دراية بطرق حل المشاكل، لكنهم يحتاجون للمزيد من التعاون والتوزيع العادل للسلطات. وتحدث عن استخدام العملات بالشكل الذي يضمن اقتصادا قويا، وأنه يجب أن يكون لبريكس عملة مشتركة للتعاون فيما بينها. أما الآن مزيد من التحليل، نتحول إلى الزميلة شيماء الكردي. إليك شيماء. شكرا لك إيمان. للمزيد ينضم إلينا من جوهانسبرغ أحمد بشتو، موفد القاهرة الإخبارية. أحمد أهلا بك ومرحبا. مع انطلاق هذه القمة، الكلمات تتمحور حول أهمية هذا التكتل اقتصاديا بوجود تحديات كبيرة تواجه هذا التكتل. كيف ينظر إذن إلى أجواء هذا التكتل في هذه التحديات، وفي ظل هذه التحديات وعدة ملفات من أهمها توسع عضوية هذا التكتل في المستقبل؟ أحمد، لو كنت تسمعني سألتك عن أجواء انطلاق هذه القمة التي تأتي بوجود عدد كبير من التحديات والملفات على طاولة هذه المرة، والحديث عن أهمية هذا التكتل في مواجهة هذه التحديات وانضمام عدد آخر من الدول الأعضاء في المستقبل القريب. أحمد، إلى أن ينضم إلينا زميلي أحمد بشتو، موفد القاهرة الإخبارية من جوهانسبرغ، نتابع مع حضراتكم انطلاق قمة البريكس 15 التي تأتي وسط تحديات كبيرة تواجه أعضاء هذا التكتل، والعديد من الملفات أهمها توسع عضوية هذا التكتل والابتعاد عن هيمنة الدولار والاقتصاد الأمريكي أمام الهيمنة الاقتصادية العالمية.
نعود في هذه اللحظات إلى داليا أبو عميرة وإيمان الحويزي لاستكمال باقي ملفات هذه النشرة. تفضلي إيمان. شكرا لك شيماء. الآن مشاهدينا ننتقل إلى التطورات في النيجر. نفى رئيس هيئة أركان الدفاع في فرنسا طلب بلاده من الجزائر استخدام مجالها الجوي لتنفيذ عملية عسكرية في النيجر. يأتي ذلك بعد ساعة من إعلان الجزائر رفضها طلب فرنسا فتح أجوائها أمام عملية عسكرية في النيجر. أكدت الجزائر معارضتها لأي تدخل عسكري أجنبي في النيجر، مشيرة إلى دعمها للسبل الدبلوماسية لاستعادة النظام الدستوري هناك. صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد بأن مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين تطورات الأوضاع في النيجر. أكد أهمية التمسك بالحوار لدفع سبل التسوية السلمية للأزمة بشكل يضمن الحفاظ على أمن وسلامة دولة النيجر وشعبها اللاشقيق. أكد أبو زيد دعم مصر لكافة المساعي والتي تستهدف نزع فتيل الأزمة على نحو يحافظ على النظام الديمقراطي وسيادة واستقرار النيجر ويتسق مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التأسيسية للاتحاد الإفريقي وبما يحول دون أي تصعيد قد يزعزع أمن واستقرار المنطقة. قال مبعوث المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس إلى النيجر عبد السلام أبو بكر إن الاجتماع الذي تم مع قادة المجلس الانتقالي كان مثمر للغاية. أعلن مبعوث الإيكواس عن أمله في حل أزمة النيجر بالسبل الدبلوماسية. وقد زار وفد من الإيكواس النيجر في وقت سابق هذا الأسبوع للقيام بجهود وساطة لحل الأزمة. أعلن مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي تعليق مشاركة النيجر في جميع أنشطة الاتحاد موضحا أنه يدرس قرارا لنشر قوات عسكرية في النيجر. قرار الاتحاد الإفريقي ضد نيامي لم يكن وحده، فقد أعلنت الجزائر أنها رفضت طلبا فرنسيا السماح باستخدام أجوائها لتنفيذ عمليات عسكرية في النيجر. تطورات متسارعة تشهدها النيجر على خلفية التطورات المتلاحقة بعد سيطرة المجلس الانتقالي على السلطة واحتجاز الرئيس محمد بازوم. مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي أعلن تعليق مشاركة النيجر بأثر فوري في جميع أنشطة الاتحاد، مؤكدا دعمه الكامل لإجراءات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس لاستعادة النظام الدستوري في نيامي. كما أوضح المجلس أنه يدرس حاليا القرار المتعلق بتحضير قوات لنشرها في النيجر، بينما تقيم المفوضية الأفريقية تداعية القرار، مؤكدة في الوقت ذاته رفضه أي تدخل خارجي من قبل أي طرف أو أي دولة خارج القارة في شؤون السلام والأمن في أفريقيا. الأحداث والتطورات في النيجر لم تقف عند هذا الحد، فالإذاعة الرسمية للجزائر كشفت أن السلطات في البلاد رفضت طلبا فرنسيا لفتح الأجواء لعبور الطائرات المقاتلة لتنفيذ عملية عسكرية في النيجر، حيث شددت الجزائر على رفضها المطلق لاستعمال القوة لحل الأزمة في نيامي. حدة التوتر تصاعدت في النيجر عقب رفض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس مقترحا من المجلس الانتقالي في النيجر بإجراء انتخابات في غضون 3 سنوات، حيث اعتبرت إكواس أنه يطيل أمد المأزق السياسي واحتمالية تدخل العسكرية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سريع. في المقابل جددت كل من بوركينا فاسو ومالي دعمهما للنيجر ورفض التدخل الخارجي، حيث اعتبرتا أي تدخل عسكري إعلان حرب عليهما، كما حذرتا في الوقت ذاته أن أي تدخل عسكري سيتم مقابلته بالانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. سيدي ياو.
مزيد إذن من التحليل نتحول مرة أخرى إلى شيماء الكردي. إليك شيماء. شكرا لك إيمان. ينضم إلينا من عاصمة النيجر نيامي الدكتور حسن روزي نائب مدير جامعة كعت العالمية. دكتور أهلا بك ومرحبا. إذن السيد عبد السلام أبو بكر مبعوث المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا يتحدث عن أمل في الحل بالسبل الدبلوماسية وأن النتائج مثمرة بشأن اجتماعه مع قادة المجلس الانتقالي. كيف تقيم بداية الإكواس في دورها وسياستها اتجاه الأزمة في النيجر؟ لأنه حتى هذه اللحظة لم يتم الحديث عن شكل نهائي، إذا كان بالحديث عن الحل الدبلوماسي أو حتى الحديث عن الحل العسكري. طيب مساء الخير لكم وللمشاهدين. بالفعل سيدتي أن تصرفات المجلس لا يرضي الإكواس وغيرهم من المساعي الدبلوماسية التي تسعى وتريد أن ترى نهاية هذا الأمر بحل سلمي يرضي الجميع. ففي عشية زيارة الوفد الذي أرسل من قبل إكواس قام قائد الانقلاب بإذاعة بيان وألقى خطابا للجماهير بأنه سوف يبقى على هذا لمدة 3 سنوات، وهذا الشيء أغضب كل المساعي، وما يدل على أن هذا المجلس لا فقط أنه استقبل الوفد وما استطاع أن يستمع إليهم وحتى يرد عليهم بالشكل الذي يرجعون بهذه الرسالة، ومن ثم التباحث في حيثيات الرسالة. ولذلك إكواس إلى الآن هي مرتبكة وهي في حيرة من أمرها ما بين الرفض للتدخل العسكري وكذلك الرفض الذي رأوه من قبل المجلس العسكري. نعم. وما بين هذا وهذا يحاول المجلس أن يجد مخرجا من هذه الأزمة بطريقة أخرى، وهي لا تريد أن تخوض هذه المعركة لوحدها، وهي مغامرة صعبة جدا للغاية، حيث أن غالبية الدول المحيطة بالنيجر هي لا ترى الدخول عسكريا وكلها تدعم المساعي الدبلوماسية، ولكن المجلس لا يريد أن يلتفت. إذن على ما يبدو دكتور حسن الإكواس تحاول الوصول لحل دبلوماسي بأي طريقة ممكنة والابتعاد أكثر عن مربع التدخل العسكري بشأن الأزمة في النيجر. الدكتور حسن روزي نائب مدير جامعة كعت العالمية، شكرا جزيلا لك. نذهب الآن بكم مرة أخرى إلى كلمة رئيس جنوب أفريقيا في انطلاق قمة بريكس في جوهانسبرغ. بريكس بعضها لبعض، فالخمسة دول أعضاء بريكس الآن لقد أدهشوا العالم بهذا التقدم الذي أحرزوا، ونحن نتطلب أن يكون هناك مؤسسات دولية التي تضمن وجود اقتصاد متنامي لهذه الدول. وفي هذا الصدد فإن البنك الذي أنشأته بريكس هو الذي سيقودنا في هذا الطريق، وهو يدل على إرادتنا وقدرتنا على حشد كل الجهود من أجل بناء البنية التحتية والنهوض باقتصاد بلادنا. كما أننا عندما تحدثنا مع الرئيس رؤساء الدول المختلفة قد تناقشنا في كيف يتم دعم الأجندة الخاصة باقتصاد الدول المختلفة التي هي ضمن بريكس. إن اقتصاديات بريكس قد تقدمت بشكل كبير، والآن قد انضمت إلى كل مجالاتها الاقتصادية، المجال التقني، ولذلك فنحن قد تقدمنا في التوظيف وأيضا في مجال العدالة في هذه الدول الخمس التي تخص بريكس، ونحن هنا كرجال أعمال. كما قد استمعنا إلى تقرير السيد شبلالة، فإن هناك
تقليل لعدم العدالة وتقليل للفقر في الدول بشكل كبير، وهذه النتائج تعتبر إيجابية لنا ومشجعة لنا. لذلك فنحن كقادة لبريكس وأنتم كقادة في مجال التجارة والعمل لابد أن نعمل معا حتى نستطيع أن نخدم دول بريكس ونخدم الدول الأخرى أيضا، وبذلك فإن المجتمع الاقتصادي ندعوه بكل حرارة أن يقدم يده لنا ويتعاون معنا حيث نستطيع أن نتقدم، ومن حيث القارة الإفريقية فإن هناك الكثير من إمكانيات الاستثمار في قارتنا، في بلادنا جنوب إفريقيا وفي بقية الدول الإفريقية أيضا. وبالنسبة لموضوع اجتماع قمة بريكس 15 هو التقدم والنمو الإفريقي والتقدم المستدام والاستثمار. إن إفريقيا تعتبر فرصة كبيرة للمستثمرين وللقطاع الخاص حتى يستثمر في هذه القارة التي هي غنية بالكثير من المعادن والمواد الخام، وهذه القارة لديها الكثير من القدرات ولديها الكثير من المعادن مثل النحاس والذهب وغيره. هذه هي المعادن التي قد تساعدنا كمصدر لنمو اقتصادنا. الدول الإفريقية كانت وما زالت تستقبل كل المستثمرين الذين يأتون إليها من جميع أنحاء العالم. هذه القارة السمراء تمتلك الموارد الكثيرة، فلماذا يتم نقلها إلى البلاد البعيدة؟ لماذا لا تأتي تلك البلاد وتستثمر في إفريقيا؟ وإننا نود أن نصدر هذه المنتجات من بلادنا. إن لدينا صلات حميمة مع بلاد عديدة ونقدم لهم فرص استثمار قوية ومستدامة. وبالنسبة لقارة إفريقيا وللمنطقة التجارية الحرة الإفريقية فهي تمهد الطريق للمستثمرين، وهي تخدم المستهلكين بقيمة 70 مليار دولار. وأيضا إن هناك استثمارات كبيرة جدا في البنية التحتية، ونريد أن نركز على هذا الأمر حتى يكون بمقدارنا أن نبني الطرق، وأيضا نتقدم في وسائل التواصل والاتصال بيننا. هذه هي المجالات التي نحتاج التركيز عليها، وأنتم كمجتمع عمل تعلمون أن هناك فرص عديدة للاستثمار في إفريقيا. إن الاقتصاد الإفريقي يتقدم بخط سريع، وذلك عن طريق الأعمال المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإذا تم الاهتمام بها سيكون هناك نتيجة كبيرة. وأيضا علينا أن نهتم بأعمال السيدات في هذه المنطقة التجارية الحرة في إفريقيا. ونحن في إفريقيا نسعى إلى النمو، وفي غضون ذلك فإننا نركز على الدور الذي
تلعبه المرأة في بلادنا. نحن ما زلنا نذكر أيام الاحتلال، ثم بعد ذلك إصدار الكثير من البروتوكولات. الذي نعنيه اليوم هو تحرير المرأة، وحتى تذهب إلى الأسواق، وحتى تكون رائدة أعمال. إن إفريقيا لديها قوة بشرية كبيرة جدا، وسيكون لها تأثير كبير في المستقبل. لذلك فإن الاستثمار في المهارات سيستمر في النمو حتى يكون هو عصب الإنتاج والنمو. وإن الدول بريكس لديها الفرصة أن تساهم في هذه القصة، قصة نمو القارة الإفريقية، وهذا سيؤدي إلى الاستثمار في بعض المجالات مثل البنية التحتية والتصنيع والزراعة والتحول الرقمي والتقنيات المختلفة. هذه هي بعض المجالات التي عليكم أن تركزوا عليها كرجال أعمال. إن السوق الإفريقي علينا أن نساهم في تقدمه، وأيضا هناك بعض المعاهدات التجارة الحرة التي تخص أسواقنا الكبيرة، أسواق المعادن، والتي تسمح للشركات المختلفة التي تريد أن تنشئ أعمالها في قارتنا السمراء. إن إفريقيا لديها الكثير من القدرات التي تساهم في عملية التقدم والنمو والابتكار. إن إفريقيا لديها رأس مال كبير، ولديها أيضا اقتصاديات ناشئة، وهذه الدول الإفريقية تسعى إلى استخدام مواردها الطبيعية وتدعو المستثمرين للمجيء إليها. ودعوني أكرر إن هناك الكثير من الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة، وأيضا السيارات والتصنيع. ونحن قد سمعنا في التقرير أن إفريقيا تعتبر منتدى اقتصاديا كبيرا، وهي تضم الكثير من القدرات. وبالنسبة لهذا اللقاء والمنتدى الذي نحضره الآن، يضم قادة الأعمال الناجحين، ونحن نتمنى أن نتعاون في هذا الصدد، ونتمنى أن يكون هذا المنتدى منتدى الأعمال منتدى ناجحا، و يخرج بالكثير من المخرجات التي تساعدنا على النمو بشكل أكثر كدول أعضاء في بريكس. وقادة بريكس سيقعدون معا لمناقشة مجموعة من الأمور المشتركة ذات الأهمية المشتركة، وأحدها هي إضمام دول مختلفة إلى بريكس. هناك بعض الدول والتي هي موجودة الآن بممثليها تسعى إلى الانضمام إلى بريكس، ونحن نقدر ذلك ونتمنى أن نضمهم إلى عائلة بريكس، وهذا سيزيد من تأثيرنا على العالم برمته. ولابد أن نأخذ هذه الرغبات من تلك الدول بعين الاعتبار،
وكل المناقشات التي ستتم هنا والتقارير التي ستخرج ستؤخذ أيضا بعين الاعتبار، وأن مشاركتكم هنا بالفعل تعزز من قصة بريكس، وهي تؤكد أن بريكس تعتبر لاعب مهم جدا في تصميم العالم ونظام العالم من الناحية الجيوسياسية والاقتصادية. وشكرا جزيلا على مشاركتكم. إذن كنا نتابع مع حضراتكم مباشرة من جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا كلمة رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الذي كانت تتمحور الكلمة حول قدرة هذا التكتل للحشد كل الجهود فيما يتعلق ببناء البنية التحتية والنهوض باقتصاد بلاد هذا التكتل، وقال بأن تكتل بريكس يعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولها الأعضاء، وأكد على ضرورة خدمة دول البريكس، وداعيا المجتمع الاقتصادي بكل حرارة لتقديم اليد والتعاون مع دول هذا التكتل. كما قال أن هناك الكثير من إمكانيات الاستثمار في جنوب أفريقيا وجميع الدول الأفريقية الأخرى. للمزيد ينضم إلينا من جوهانسبرغ أحمد بشتو موفد القاهرة الإخبارية. أحمد أهلا بك ومرحبا. إذن تتمحور الكلمات في هذه اللحظات مع انطلاق هذه القمة حول أهمية هذا التكتل وقوته في الاقتصاد العالمي، وبين كل هالملفات الموضوعة على الطاولة فيما يتعلق توسيع عضوية البريكس، العمل على زيادة قوة هذا التكتل ودوره في الاقتصاد العالمي، وبين الخروج من هيمنة الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي، ما أهم الملفات الملحة الآن بالنسبة لهذه الدورة أو هذه المرة من هذه القمة؟ الواقع شماء أن الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا وضع ما يمكن تسميته بخريطة طريق لتكتل البريكس في الفترة المقبلة، وتحدث عن أمور كثيرة جدا، عن أهمية عميق التعاون بين دول البريكس في ملفات مختلفة، ولم ينسى أن يشير إلى أن اقتصاد أفريقيا ينمو بشكل كبير في هذه الأونة، فبالتالي فكرة أن يحدث توافق أو اندماج أو تعاون ما بين اقتصاد البريكس واقتصاد الدول الأفريقية هو أمر مهم، وهذا كان متوقعا من كلمة رئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، أن يشير إلى الدول الأفريقية على أنها داعمة للبريكس وعلى أنها واعدة للدخول في هذا التكتل بشكل أو بآخر. ربما من الملفات التي أثارها سيريل رامافوزا فكرة دعم الاقتصادات الصغيرة والمتوسطة ونشاط الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، دور رجال الأعمال في الفترة المقبلة، وهذا أمر لم يكن مطروحا بشكل كبير أو واسع في بريكس في الفترة الماضية، هو الآن يأخذ منحا كبير بكلمة رامافوزا، وربما التجارب في ذلك الشأن كثيرة بدعم القطاع الخاص أو بتسهيل دور القطاع الخاص، وخاصة كل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشتهر بها أفريقيا أو التي تحتاج إلى دعم من بنك التنمية الخاص بتجمع بريكس. على كل حال يعني المحور الاقتصادي طغى بشكل كبير على هذه الكلمة، والتي تعد بالفعل خريطة طريق للفترة المقبلة، بما أن جنوب أفريقيا هي الدولة المنظمة لهذه الدورة. شكرا. نعم شكرا لك زميلي أحمد بشتو موفد القاهرة الإخبارية من جوهانسبرغ على هذه التفاصيل. نتحول مرة ثانية إلى هناك ومتابعة لكلمة رئيس البرازيل في انطلاق هذه القمة. تقضي على مستوى الفقر، ومنذ أسبوعين كان هناك برنامج قد تم تخصيصه حتى يتم الإنفاق على بعض المشروعات التي تساعد على تقليل كمية الفقر ومستوى الفقر، وهذا هو اهتمامنا، وأيضا الاستثمار استثمارات مع دول بريكس تساعد على ذلك، وهناك أيضا 400,000 دولار تم استخدامهم من أجل التخلص من الفقر، ولقد أعطينا مسألة الفقر أولوياتنا، ونحن نود أن نتعاون أيضا فيما يخص النيتروجين النظيف أو الأخضر، ومن
وذلك من خلال شراكات مع القطاع الخاص وعقود مع القطاعات المختلفة. ونحن نود أن نتأكد من أن هناك قدرة وثقة، وأيضا أن يكون هناك تأكد من التعاون بيننا وأن على كل المستويات ومن مستوى التمويل أيضا. وبالنسبة لحاجة التمويل نحتاج أن نقول أن هناك حاجة متزايدة من قبل الدول النامية للتمويل، لذلك فعلينا أن نتعامل مع هذه المشكلة من خلال البنك الذي تم إنشائه مؤخرا من قبل الدول بريكس، ولابد أن يكون هذا البنك هو المؤسسة القائدة فيما يخص التمويل. وأيضا لابد من تنويع طرق السداد وطرق الدفع وأيضا استخدام عملات أخرى، وهذا لن يحدث إلا بالتعاون مع جميع الدول وأيضا الدول النامية. وبالنسبة لاستراتيجية التعاون مع هذا البنك فهي استراتيجية تقوم على مستويات متعددة، وهي تعتمد على التجارة العالمية، فنحن لن نقبل أن يكون هناك عراقيل لهذه التجارة بين تلك الدول، لابد من إزالتها بالكامل. وأيضا نتمنى أن يكون هناك فرصة لإضمام دول أخرى إلى بريكس، ونحن نعلم أن هناك مشاركة من قبل جنوب أفريقيا وهي مشاركة فعالة جدا، وهناك دول أخرى نود أن نتعامل معها في القارة. It's just a water break. إنها راحة ماء. إذن كنا نتابع مع حضرتكم كلمة رئيس البرازيل لولا دا سيلفا في افتتاحية قمة البريكس 15، وتحدث على تعزيز العمل في التحول إلى الأخضر في هذا التكتل، وأن لديهم قدرة وثقة من التعاون فيما بعضهم البعض على كل المستويات وبشكل أخص في مستوى التمويل. قال أيضا إن مجموعة البريكس باتت تشكل 42% من الناتج العالمي، وأكد على ضرورة تنويع طرق استخدام العملات الأخرى، وأكد أيضا أنها أو هذا التكتل لا يقبل بأي عراقيل أمام تحقيق تجارة حرة بين الدول، وسيعملون على إزالة هذه العراقيل، وأن البرازيل تشجع الانضمام الكبير والمزيد من الأعضاء في الفترة المقبلة لهذا التكتل. نعود في هذه اللحظات مرة ثانية لداليا أبو عميرة وإيمان الحويز لاستكمال باقي ملفات هذه النشرة. تفضل إيمان. شكرا جزيلا لك شيماء. وننتقل الآن إلى آخر التطورات فيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تصدت ل14 هجوما شنته القوات الأوكرانية على محاور خاركيف وزابروجيا ودونيتسك، وكبدتها أكثر من 700 قتيل. وقالت الوزارة في بيان إن القوات الروسية تمكنت من تدمير عشرات المدرعات والدبابات الأوكرانية وكبدتهم أكثر من 700 قتيل. كما ذكرت الدفاع الروسية أنه تم تدمير 39 طائرة بدون طيار أوكرانية في مناطق مختلفة خلال اليوم الماضي.
أعلن الحاكم المحلي لمنطقة بريانسك الحدودية ألكسندر بوغوما أن قوات الأمن الروسية تصدت لهجوم أوكراني يهدف لاختراق المنطقة. وأفادت المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا بتعرضها لقصف وهجمات متكررة من جانب القوات الأوكرانية، بما فيها توغلات عرضية عبر الحدود من جانب مسلحين موالين لأوكرانيا. في المقابل، قالت أوكرانيا إن قواتها دخلت قرية روبوتين الاستراتيجية في جنوب شرق البلاد، فيما يحتمل أن يكون تقدما كبيرا في هجومها المضاد ضد روسيا. وذكرت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار على تطبيق تيليجرام أن الجنود الأوكرانيين ينظمون إجلاء المدنيين بعد دخولهم إلى روبوتين، لكنهم ما زالوا يتعرضون لإطلاق النار من القوات الروسية. وتقع القرية على بعد 10 كيلومترات جنوب بلدة أوريخيف على خط المواجهة في منطقة زابوروجيا، وهي محور للسكك الحديدية والطرق البرية تحتله روسيا. أما في الشأن المصري، فقد أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر العمل بشكل متواصل لاستكمال الاستعدادات اللوجستية لإجراء الانتخابات الرئاسية. وذكرت الهيئة في بيان لها أنه جرى خلال اجتماعها الأخير استعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها، سواء المحاضر داخل لجان الاقتراع الفرعية أو العامة. وأكدت أن المجلس أكمل مناقشته في شأن القرارات المنظمة الواجب إصدارها أو تفعيلها استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل، وكذلك التصورات الخاصة بالجدول الزمني للانتخابات في ضوء أحكام الدستور والمواقيت التي حددها في هذا الشأن. وقع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر المستشار وليد حمزة بروتوكول تعاون مع رئيس الهيئة القومية للبريد الدكتور شريف فاروق في إطار استعداد الهيئة لتنفيذ الانتخابات الرئاسية المقبلة. يهدف البروتوكول إلى تقديم البريد المصري خدمات النقل اللوجستي لمستلزمات العملية الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة إلى جميع محافظات الجمهورية. عبر المستشار وليد حمزة عن ثقة الهيئة الوطنية للانتخابات في قيام البريد المصري بأداء المهمة على أكمل وجه باستخدام إمكانياتها الضخمة والمنتشرة على مستوى الجمهورية. ختام هذه النشرة وهذه التذكرة بأهم العناوين. قادة بريكس يبحثون في جنوب أفريقيا توسيع تكتلهم في مواجهة الهيمنة الغربية. وفرنسا تنفي طلب استخدام أجواء الجزائر لتنفيذ عملية عسكرية في النيجر. روسيا تعلن صد أكثر من 10 هجمات للجيش الأوكراني ومنع اختراق في منطقة حدودية. ولمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.نت، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، إكس، إنستغرام، يوتيوب. يمكنكم أيضا متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 راس. كما يمكنكم أيضا تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من أب ستور أو جوجل بلاي أو الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا جزيلا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.